بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبة طلبات التعليم الفني. حلقة النهاردة مخصصة للصف الثاني، نظام جدارات تعليم صناعي، تخصص فني صباغة وطباعة وتجهيز منسوجات. هنستكمل فيها المخرج الأولاني بتاع وحدة صباغة الصوف والطبيعي، الصوف والحرير الطبيعي بالصباغات المختلفة. نتذكر مع بعض معايير الأداء اللي كانت موجودة عندنا في المخرج ده. إيه؟ أول حاجة، يحسب كميات المواد اللازمة حسب وزن الخامة، يحضر محلول الصباغة، الصبغة حسب الكميات المطلوبة، يظبط درجة القصر الهيدروجيني المناسبة للعملية، يغمر القماش عند درجة الحرارة المناسبة، يرفع درجة الحرارة تدريجيا وفق طريقة التشغيل، يضيف المواد حسب ترتيب الإضافة، ويجري العمليات التكميلية بعد نهاية الصباغة، ليحسب نسبة الانتفاع الخاصة بالماكينات. المخارج المعايير الأداء دي كلها احنا اتكلمنا عن الستة الأولانيين وشرحناهم بالتفصيل، وقلنا ازاي بنعمل عملية الصباغة وايه هي الخطوات كلها، واتكلمنا على صباغة الصوف بأنهي صبغة، واتكلمنا على صباغة الصوف بصبغات النشطة والصبغات الحامضية، واتكلمنا على صباغة الحرير الطبيعي بالصبغات النشطة والصبغات الحامضية، وعرفنا ان هما الصوف والحرير هما دول من الأرياف الطبيعية الحيوانية. ماشي، اخر معيار من معايير الاداء عندي ده المهم جدا، اللي هو يحسب نسبه الانتفاع. انا بحسب نسبه الانتفاع بتاعه الماكينه على حسب حاجات كتيره. انا المصنع عندي بيبقى شغال، في عندي عدد ماكينات، في عندي كميه انتاج المفروض تطلع، في عندي ساعات للتشغيل، في عندي كلها حسابات، كلها عمليات حسابيه وكلها قوانين لازم ان احنا نعرفها ونعرف ان احنا نتعامل معاها ازاي. اول حاجه نعرف يعني ايه انتاج. ماشي، نبص مع بعضينا. حساب نسبة الانتفاع، لحساب نسبة الانتفاع لابد من دراسة الانتاج وأنواعه والزمن وسرعة الماكينة. يعني لازم عشان خاطر أحسب نسبة الانتفاع أدرس الانتاج وأعرف إيه هي أنواع الانتاج وأعرف سرعة الماكينة بتاعتي إيه والزمن المحدد لكمية الانتاج دي. الانتاج هو الطول أو الوزن التي تنتجه المكنة في ماكينة في زمن معين حسب عدد موارد الانتاج بيها. يعني كمية القماش اللي بتطلع، سواء بقى أنا عملتها حسبتها بالوزن أو حسبتها بالطول. عندي نوعين من الإنتاج، الإنتاج الفعلي أو الحقيقي والإنتاج النظري أو النمطي. الفعلي أو الحقيقي اللي هو المفروض إن المكنة بتطلعه، بمعنى إيه؟ مش كل الماكينات بتكون شغالة بكفاءة 100%، أما تكون المكنة شغالة بكفاءة 100% يعني بتطلع لي إنتاج 100% اسمه إنتاج النظري أو الإنتاج النمطي. طيب اما يكون المكنه عندي حصل عطل او ان المكنه بتاعتي بعد مرور سنه بدا الموتور بتاعها يقل شويه او السرعه بتاعتها تقل شويه، الانتاج بتاعها ما بقتش بالكفاءه العاليه، طبيعي اي حاجه اي ماكينه او اي معده اما تكون لسه جديده ماشي بتديني انتاج عالي، بعد ما بيقل ما بعد مرور الزمن وكتر التشغيل عليها او الاستعمال بتتقل نسبه الانتاج بتاعتها واحده بواحده. عشان خاطر كده احنا لازم بنعمل الصيانه المستدامه دي للمكنه. يبقى انا كده عندي نوعين من الانتاج، انتاج نظري او حقيقي اللي هو بيطلع من المكن اللي هو بيطلع من المكن بقول عليه الانتاج الفعلي، وفي عندي الانتاج النظري او الانتاج النمطي اللي هو المفترض ان الماكينه تطلعه. تمام كده. طيب وحدات الانتاج بتقدر بايه؟ بتقدر الانتاج بالطول او باليارده او بالامتار في زمن معين. يعني انا بقول انا بطلع سرعه المكنه دهيا 100 متر في الدقيقه، انا بدي مثال سرعه المكنه 100 متر في الدقيقه، يعني ان هي في الساعه هتعمل لي 100 في 60 دقيقه 6000 متر مثلا. انا بدي مثال، انا بقول المكنه دي سرعتها 50 متر في الدقيقه، يعني في الساعه 50 في 60 هيطلع لي 3000 متر. يعني بحسب المكنه السرعه بتاعه المكنه او كميه الانتاج على حسب سرعه المكنه. في ماكينات تانية سرعتها 25 متر على حسب سرعة المكنة أنا بحسب الإنتاج، أو ممكن يديني يقول لي إن سرعة المكنة 25 كيلو كل ساعة، يبقى وزنها حسبها بوزن القماش، حسبها بوزن القماش. لما بيجي أعمل عملية صباغة مثلا بغمر كل القماش كله في قلب مثلا مكنة الهاسبل أو مكنة الجيجر أو الماكينات المغلقة المقفول عليها. يقدر الإنتاج بالطول أو بالياردة في زمن معين أو بالوزن وبالأرطال أو كيلو في زمن معين. وقد نبدأ في إيجاد الإنتاج، وقبل أن نبدأ في إيجاد الإنتاج يجب على الطالب أن يسترجع جميع القوانين اللي بنستخدمها
عشان خاطر نوجد سرعة المكنة للسلندر اللي هي الاسطوانة في المنتج، لأن السرعة السطحية للمنتج ده هي أساس حساب الإنتاج. زي ما أنا قلت كده، أنا ما بقول سرعة المكنة 50 متر في الدقيقة، يعني 50 متر بتعمله في دقيقة، يعني طول القماش كله هيتعمل في قد إيه أما أعرف الكمية بتاعتي. ندي مثال كده ونبص مع بعضينا. أنا بقول إيه؟ أنا بقول المكنة ده هي سرعتها، أنا بقول سرعة الماكينة 50 متر على الدقيقة. طيب أنا عايز أعرف كمية الإنتاج اللي هتطلع لي في 7 ساعات، عايز أعرف كمية الإنتاج اللي هتطلع لي في 7 ساعات. أحسبها إزاي؟ ال50 متر بتتعمل في 1 دقيقة، يبقى طول القماش قد إيه هيتعمل في 7 ساعات. أو بقول القانون بتاعي اللي بيقول لي كمية الإنتاج بيساوي سرعة الماكينة في الدقيقة بالمتر على الدقيقة، في الساعة فيها قد ايه 60 دقيقة، في عدد الساعات، في عدد الورادي لو في ورادي. يعني سرعة المكنة كام؟ ال50 في الساعة فيها كام دقيقة؟ 60، في عدد الساعات قد ايه؟ 7 ساعات. واروح حاسبها ال50 في ال60 في 7، هيطلع لي 21,000 متر. ده عشان اطلع كمية الانتاج بتاعتي. انا بدي مثال ان هو دلوقتي بيقول لي ان المكنة بتاعتي دي سرعتها قد كده، انا عايز اعرف هي هتطلع لي انتاج قد ايه في 7 ساعات. هي العملية بسيطة جدا، اطبق القانون بتاعي اللي بيقول لي كمية الانتاج بتقول ايه، او في الوقت ده بيساوي ايه، بيساوي سرعة المكنة بالمتر على الدقيقة، في الساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60 دقيقة، برافو عليكم. في عدد الساعات، ولو عندي عدد ورادي بحسب عدد الورادي وبطلع الناتج بتاعي. أولا الإنتاج النظري، إيجاد الإنتاج النظري مقدرا بعدد الوحدات، بعدد الوحدات للطول القياسي في زمن معين لإيجاد إنتاج الماكينة، سواء بقى بالياردة أو بالمتر في زمن معين. ولا بد من معرفة السرعة السطحية للسلندر، سرعة السلندر، سرعة الأسطوانة الأمامية، وعدد موارد الانتاج بالماكينه. ولان السرعه السطحيه للسلندر في حد ذاتها تعبر عن الطول الناتج من الماكينه في زمن معين حسب عدد موارد الانتاج بها. نقول القانون المهم اللي عندي بيقول لي كميه الانتاج بيساوي سرعه الماكينه بالمتر على الدقيقه، في الساعه فيها كام دقيقه؟ 60 دقيقه، في عدد الساعات الورديه، في عدد الورادي. القانون ده من القوانين المهمه جدا عندي، ولازم احطه في دماغي لما اكون انا عايز اعرف كميه الانتاج اللي طالعه من المكنه ايه، كمية الإنتاج اللي طالعة من المكنة إيه. سواء بقى سرعة ماكينة، قلت لك سرعة ماكينة نمطية أو سرعة ماكينة نظرية، تمام. مثال، في أحد مصانع الصباغة ماكينة تعمل ورديتين، كل وردية 8 ساعات، سرعتها 60 متر على الدقيقة. مسألة زي دي لما أجي أحلها يا ولاد أحلها إزاي؟ ماشي، نيجي نقول كده هو نطلع البيانات بتاعتي. أجي أطلع البيانات بتاعتي، نبص كده، قال لي ماكينة الصباغة تعمل ورديتين، يبقى هنا هو مديني ايه؟ عدد الورادي 2 وردية، تمام كده، عدد الورادي 2 وردية، ماشي. ومديني سرعة الماكينة كام؟ 60 متر على الدقيقة، مديني سرعة الماكينة 60 متر على الدقيقة، ومديني عدد ساعات الوردية، ساعات الوردية قد ايه؟ 8 ساعات. هو عايز كمية الانتاج. اول ما ابتدي اكتب، او اول ما ابتدي ان انا احل المسألة، لازم اكتب القانون بتاعي عشان خاطر الممارسة بتاعتي تخليني احفظ القانون. يبقى اكتب القانون بتاعي بيقول لي ايه؟ كمية الانتاج بيساوي سرعة الماكينة في الساعة في 60 دقيقة، في عدد الساعات، في عدد الورادي. سرعة الماكينة قد ايه؟ اعوض، اشيل سرعة الماكينة واحط مكانها 60، في الساعة 60 زي ما هي بحطها، في عدد ساعات الوردية قد ايه؟ كام؟ 8 ساعات، برافو عليكم. عدد الورادي قد ايه؟ 2. واروح حاسبها، اضرب 60 في 60 في 8 في 2، ويطلع لي الناتج 57,600 متر، 57,600 متر، تمام كده. يبقى انا كده هو ببساطة شديدة انا قريت المسألة بتاعتي كويس، وعرفت احسب
كمية الإنتاج اللي طالعة لي من المكنة إزاي، لأن هو مديني كمية الإنتاج، مديني سرعة المكنة، مديني معلومة بسرعة المكنة. تمام. أولا الإنتاج النظري أو النمطي، ماشي. الإنتاج إحنا اتكلمنا دلوقتي عن الإنتاج النمطي، نتكلم على الإنتاج الفعلي. فيما سبق طريقة إيجاد الإنتاج النظري للماكينة بفرض أن الماكينة تعمل طول الوقت بدون توقف، ولكن في الحقيقة فإن الإنتاج الفعلي الملموس يقل عن الإنتاج النظري بمقدار فقد في الإنتاج. يعني إيه؟ يعني أنا مكنة ممكن تعطل لي شوية، تعطل 10 دقايق، يحصل صيانة فيها، يحصل حاجة، لكن الوقت اللي هيطلع لي فيه كمية الإنتاج اللي طالعة ده هي هتبقى أكيد أقل من كمية الإنتاج النظري اللي المفروض إن هو يطلع. طب أنا أحسب الحاجة دي إزاي؟ يعني معناها ان كفاءة التشغيل بتاعتي قلت، كفاءة التشغيل بتاعت المكنة قلت، المكنة اتعطلت، النور قطع، حصل صيانة في المكنة، حصل مشكلة، انا وقفت مثلا المكنة عشان حسيت ان في خطأ في المكونات بتاعتي واصلح المكونات، او اي حاجة ايا كان، حصل عداد، الكهرباء قطعت، اي حاجة من الحاجات دي كلها ببتدي ان انا بجيب المهندس بتاع الصيانة، ماشي، والفني بتاع الصيانة، وابتدي ان هو يعمل لي يصلح لي المكنه. فبالتالي المكنه بتاعتي مش هتكون شغاله بالكفاءه 100%. اما اقول انتاج نمطي يعني المكنه شغاله بكفاءه 100%. لازم احط في دماغي النقطه دي، كلمه انتاج نمطي، نمطي اهو، نمطي يعني كفاءه الماكينه 100%. اما اقول فعلي بتقل كفاءه الماكينه، يعني لا تساوي 100%، عمرها ما هتكون بتساوي 100%. تمام كده. طيب احسب نسبه الانتاج او كميه الانتاج الفعلي ازاي؟ هل بيتغير القانون؟ لا، هو بس انا باخد السرعه الفعليه للمكنه، باخد السرعه الفعليه للمكنه. طب هو في مساله ممكن يجيبها لي ازاي؟ ممكن يقول لي كميه الانتاج الفعلي للمكنه كذا، او يقول لي سرعه الماكينه الفعليه كذا، او يقول لي الانتاج، لو قال لي بقى كلمة الانتاج المقدر للماكينة يعني معناها ان دي سرعة الماكينة او الحاجة النمطية، الحاجة النمطية. لازم اعرف الالفاظ بتاعتي وطريقة التعامل مع اللفظ بتاعي ازاي. القانون بيقول لي كمية الانتاج الفعلي بتساوي سرعة الماكينة في الساعة 60 في عدد الساعات الوردية في عدد دوراتي. يبقى احنا كده معناها ان قانون الانتاج النمطي والفعلي زي بعض، بيختلف بايه؟ بسرعه الماكينه بتاعتي، سرعه فعليه ولا سرعه نمطيه. طيب اما اجي احسب نسبه الانتفاع، اما اجي احسب نسبه الانتفاع، القانون بيقول لي النسبه المئويه للانتفاع بيساوي كميه الانتاج الفعلي في 100 على كمية الإنتاج النمطي. كمية الإنتاج الفعلي دي بسرعة فعلية، بسرعة الماكينة الفعلية. كمية الإنتاج النمطي دي بسرعة الماكينة النمطية. الاتنين بيختلفوا عن بعض تماما، السرعة دي بتختلف عن دي تماما. تمام كده. طيب ناخد مثال، بيقول لي ماكينة متوسط ماكينة صباغة مقدر لها إنتاج نمطي 1500 متر في الدقيقة. كلمة مقدر لها إنتاج نمطي يعني دي بقى سرعة الماكينة الإيه؟ النمطية. نروح كاتبينها كده، هو أنا أهي بره كده هو في البيانات بتاعتي، يبقى سرعة الماكينة النمطية، وإدهاني هنا بإيه؟ قال لي 1500 متر في الساعة، 1500 متر في الساعة. وعند التشغيل وجد ان متوسط انتاجها الفعلي 1440 متر في الساعة، ماشي. لما شغلت لقينا متوسط الانتاج في الساعة، يعني ده كده هو ايه؟ فعلي. برافو عليكم، ماشي. كام؟ 1440 متر في الساعة. هو عايز النسبة المئوية للانتفاع، عايز النسبة المئوية للانتفاع. احسبها ازاي؟ يبقى نكتب القانون بتاعنا. القانون بتاعي بيقول لي النسبة المئوية للانتفاع بيساوي الانتاج النمطي الفعلي في 100 على الانتاج النمطي. الانتاج الفعلي اللي هو كام؟ برافو عليك، واهو طالما قال لي متوسط يبقى ده على طول انتاج فعلي.
اللي هو 1440 في 100 على 1500 يعني بيساوي 96%، بيساوي 96%. يبقى أنا حسبتها إزاي؟ حسبتها سرعة الماكينة النمطية، هو ما ادانيش بقى عدد ساعات ولا اداني أي حاجة ولا أي حاجة خالص، قال لي هي المكنة بتطلع لي 1500 متر في الساعة، متوسط الانتاج اللي طلع 1440 متر. طالما ما ادانيش حاجه بعوض تعويض مباشر على طول، بعتبر ان ده كميه الانتاج بتاعي الفعلي وده النمطي، واشتغلت انتاج فعلي في 100 على الانتاج النمطي، وجبت عندي ايه سرعه النسبه المئويه للانتفاع. ناخد واحده زيها تاني، قال لي احسب مثلا نسبه الانتفاع لكميه من القماش، سرعه الماكينه النمطيه بتاعتها، سرعه الماكينه النمطيه 25 متر على الدقيقة، وسرعة الماكينة الفعلية ماشي 20 متر على الدقيقة ماشي، ونسبة وعايز العمل مستمر ورديتين، 2 وردية ماشي، ساعات الوردية 8 ساعات. ليها طريقتين للحل. لو قال لي احسب كمية الإنتاج الفعلي واحسب كمية الإنتاج النمطي وعايز نسبة الانتفاع، عايز نسبة الانتفاع، عايز 3 حاجات، عايز كمية الإنتاج الفعلي، كمية الإنتاج النمطي، وعايز نسبة الانتفاع. أحسبهم إزاي؟ أول حاجة كمية الإنتاج الفعلي، القانون بيقول لي إيه؟ كمية الإنتاج الفعلي بيساوي سرعة الماكينة طبعا الفعلية في الساعة 60 في عدد الساعات الوردية في عدد الوردي، صح كده؟ يبقى كمية الإنتاج الفعلي هتساوي إيه بقى؟ ها سرعة الماكينة الفعلية كام؟ ها سرعة الماكينة الفعلية بتساوي كام؟ 20 أهي، يبقى ال 20 في ها عدد الساعات بتاعتي كام؟ 60 في عدد الساعات الوردية كام؟ 8، عدد الوردي كام؟ 2. يبقى اكتب ان هو الانتاج الفعلي بيساوي العشرين في 60 في 8 في 2، طلع لي كام؟ 19200 متر، 19200 متر. ده كده جبنا الانتاج الايه؟ الفعلي. طب هو عايز الانتاج النمطي، القانون بيقول لي ايه؟ القانون بيقول لي هو نفس القانون، هنشيل كلمة فعلي دي ونحط مكانها ايه؟ نمطي، عشان خاطر ما نتلخبطش يا اولاد. يبقى اذا كمية الانتاج النمطي بيساوي سرعة الماكينة النمطية في الساعة فيها قد ايه؟ 60 دقيقة، في عدد الساعات الوردية في عدد الورادي، يعني بيساوي هاجي اعوض بايه؟ سرعه الماكينه الفعليه قد ايه؟ 25. يبقى 25 في الساعه 60 في ساعات الورديه في عدد الورادي، ونحسبها مع بعضينا، يبقى 25 في 60 في 8 في 2 هيطلع لي كام؟ 24000 متر، 24000 متر. يبقى كده جبنا كمية الإنتاج النمطي وجبنا كمية الإنتاج الفعلي. هو عايز إيه؟ عايز نسبة الإنتفاع. يبقى نجيب نسبة الإنتفاع إزاي؟ نجيب نسبة الإنتفاع من القانون اللي بيقول لي نسبة الإنتفاع بتساوي كمية الإنتاج النمطي الفعلي في 100 على كمية الإنتاج النظري. يبقى نكتب إن هو النسبة، إذا نسبة الإنتفاع بيساوي كمية الإنتاج الفعلي في 100 على كمية الإنتاج النمطي. برافو عليكم. يعني هيساوي إيه يا ولاد؟ الإنتاج الفعلي إحنا طلعناه بكام؟ ها؟ ب 19200 في 100 على 24000، ونحسبها بالآلة الحاسبة، 19200 في 100 على 24000 هيطلع لي 80%. تمام كده؟ يبقى نسبة الانتفاع بتاعتي بتاعت المكنة 80%. طيب بما ان هو بقى
طلب مني في المسألة أساسا إيه؟ كمية الإنتاج الفعلي، كمية الإنتاج النمطي، ونسبة الانتفاع. طب لو ما طلبش كمية الإنتاج الفعلي وكمية الإنتاج النمطي، ممكن أجيب نسبة الانتفاع بتاعتي بتاع المكنة؟ آه. أجيبها إزاي؟ نكتب بقى كده هو القانون. ممكن في حال إن هو ما يديهانيش، يبقى في حالة عدم مطالبته بكمية الإنتاج بستخدم إيه؟ ماشي، يبقى نسبة الانتفاع بيساوي سرعة الماكينة الفعلية في 100 على سرعة الماكينة النمطية. سرعة الماكينة الفعلية إيه؟ لازم الاتنين يكونوا زي بعض، يا إما بالمتر على الدقيقة، لازم يكونوا زي بعض، أو بالمتر على الساعة، بالكيلو على الدقيقة، بالكيلو على الساعة، زي ما هو بيديني السرعة بتاعتي، زي ما بيديني السرعة بتاعتي بالمتر بالياردة، لازم الاتنين يكونوا زي بعض. أنا عندي قال لي السرعة الفعلية قد إيه؟ 20 في 100 على 25، هيطلع لي لو حسبتها هتطلع لي 80% هي هياها نفس النتيجة. يبقى أنا دي بستخدمها في حالة إيه؟ في حالة إن هو جه طلب مني نسبة الانتفاع فقط لا غير، لا طلب كمية إنتاج ولا طلب كمية إنتاج فعلي ولا كمية إنتاج نمطي. تمام كده؟ ناخد نوع تاني من المسائل. بيقول لي ماكينة متوسط إنتاجها اليومي. متوسط إنتاجها اليومي، يعني هو هنا هو إداني إيه؟ إداني الإنتاج الفعلي بتاع المكنة، إداني الإنتاج الفعلي بتاع المكنة 19200 متر، والعمل مستمر ورديتين، كل وردية 8 ساعات، فإذا علم أن الإنتاج النمطي المقدر للماكينة 25 دقيقة، فما هي نسبة الانتفاع؟ هنا لخبط لي شوية في المسألة، ماشي؟ خلى دماغي تشتغل شوية، هو مديني كمية الإنتاج الفعلي، ومديني سرعة الماكينة النمطية، وقال لك هات نسبة الانتفاع، يبقى غصب عني لازم أعمل إيه؟ لازم أجيب كمية الإنتاج النمطي. طيب نطلع البيانات بتاعتنا كده هو بالراحة كده هو، ونقول ماكينة متوسط إنتاجها اليومي يبقى اسمها إيه؟ الإنتاج الفعلي. طالما متوسط يبقى اسمه إنتاج فعلي، بيساوي كام؟ 19200 متر. والعمل مستمر ورديتين، يبقى عدد الوردي 2 وردية. ساعات الوردية قد إيه؟ الساعات 8 ساعات. فإذا علم الإنتاج النمطي المقدر للماكينة، يعني معناها سرعة الماكينة النمطية كام؟ 25 متر على الدقيقة. هو عايز نسبة الانتفاع. كلام أساسي أو نقط أساسية نحطها في دماغنا. أما يقول لي إنتاج النمطي المقدر للماكينة أو الإنتاج الأساسي المقدر للماكينة هو سرعة الماكينة النمطية أو النظرية. يعني ما أقول لي نمطي، يقول لي أساسي، يقول لي نظري، يقول لي المقدر للماكينة، ده كده هو كلهم معناه ايه؟ نمطي. لما يقول لي انتجت او سرعة الماكينة الفعلية او متوسط، دولك كده على طول اعرف ان هو ده فعلي، اعرف ان ده فعلي. اللعب بالالفاظ ما يلخبطنيش. اما يقول لي سرعه الماكينه النمطيه او سرعه الماكينه الاساسيه او النظريه او مقدر الماكينه، كلهم بنفس المعنى نمطي. لو استخدمتها هيطلع لي على طول انتاج النمطي. اي يقول لي الماكينه انتجت كذا، او سرعه الماكينه الفعليه كذا، او متوسط الانتاج الفعلي كذا، او طلعت كذا، يبقى ده معناها ايه؟ فعلي. ما تلخبطش في الكلام والكلمات بتاعتي. نحل المسألة ازاي؟ هو طالب مني ايه؟ طالب نسبة الانتفاع، يبقى نكتب القانون بتاع نسبة الانتفاع ونشوف بيقول ايه. القانون بيقول لي نسبة الانتفاع بيساوي كمية الانتاج الفعلي في 100 على كمية الانتاج النمطي. انتاج فعلي ادهوني بالمتر، انتاج النمطي يكون بالمتر، الاثنين لازم يكونوا زي بعض، الاثنين لازم يكونوا ايه؟ يكونوا زي بعض. تمام كده يا ولاد؟ تمام. طيب عندي انتاج نمطي فعلي؟ عندي انتاج نمطي؟ لا، بس هو في المدرسه قال لي ايه؟
قال لي سرعة الماكينة النمطية 25 متر، يبقى هي دي اسمها السرعة النمطية، اللي منها هجيب كمية الإنتاج النمطي، اللي منها هجيب كمية الإنتاج النمطي. أركز كويس في المسألة عشان ما أخدش وهبتدي إن أنا أحلها غلط، لازم أركز كويس في قراية المسألة بتاعتي عشان أعرف أحفظ أحسب كويس. يبقى لازم هنا أجيب إيه؟ كمية الإنتاج النمطي. القانون بيقول لي كمية الإنتاج النمطي بيساوي سرعة الماكينة في الساعة 60 في عدد الورادي في ساعات الوردية. سرعة الماكينة كام؟ قال لي 25 متر. في الساعة كام؟ 60 دقيقة. عدد الورادي قال لي ورديتين. ساعات الوردية قد ايه؟ 8. طلع الناتج بتاعي 24,000 متر. احسبها بالآلة الحاسبة. ينفع بقى بعد كده انا عندي كمية الانتاج الفعلي موجودة اللي هو قال لي كام؟ 19,200. وادي اهو جبت كمية الانتاج النمطي حطيتها هنا، وينفع اعوض في القانون؟ اه، يبقى كده اهو انا اقول ايه هنا، اهو اروح رادد على طول واقول اذا نسبة الانتفاع بيساوي 19,200 في 100 على 24,000 متر يساوي 80%. تمام كده؟ يبقى احنا ايه؟ نفكر احنا نحل المسألة بتاعتنا ازاي، او نحسب الحساب بتاعنا ازاي. ماشي؟ نشوف حاجة تانية. زي ما في انتاج فعلي، في وقت فعلي وفي وقت نظري. في وقت فعلي وفي وقت نظري. الوقت الفعلي والوقت النظري. تعريف الزمن: الزمن هو الوقت اللازم لإتمام أي عملية من العمليات المختلفة، وعليها يتم تقدير تكلفة المنتجات. طبيعي. ويرتبط الزمن بمهارة العامل وكفاءة الآلة التي يستخدمها العامل. هنتكلم مثلا في مصانع الملابس الجاهزة. بيتعاملوا بالزمن، ممكن يتعامل بيقول لك مثلا بعدد القطع اللي هتطلعها في اليوم قد إيه، أنا حاسبك القطعة بسعرها كذا. ممكن يحاسبك يقول لك لا انا انت تشتغل عندي 8 ساعات اجرهم كذا، تشتغل ما اعرفش ايه، المكنه بتاعتك دي المفروض تطلع 20 قطعه في كل في ساعه، على حسب عدد ده. الزمن ده حاجه اساسيه. طب هي المكنه دي مش اله، والاله دي بتعطل. انا جبت لك شغل وقلت لك الشغل ده المفروض تخلصه في 3 ساعات، وانا شغال الكهرباء قطعت وقعدت نص ساعة قبل ما جت، يبقى ضاع عندي قد ايه؟ نص ساعة. يبقى لو هشتغل الشغل كله هشتغله في قد ايه؟ في 3 ساعات ونص، يعني زاد على الوقت بتاعي نص ساعة. طيب اما جت الكهرباء قطعت وجيت اشغل المكنة، حصل عطل، معرفش ايه، السير اتقطع، فجيت صلحت السير عطلت تاني 20 دقيقة، يبقى انا هزود على الوقت بتاعي 20 دقيقة تاني. يعني عندي وقت ضاع. الوقت ضاع ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان في عندي اعطال حصلت، سواء انقطاع كهرباء او اعطال في الماكينة او اي حاجة ايا كانت تسببت ان الانتاج يقف. يبقى نعرف هنا بقى ان عندنا ايه؟ عندي وقت فعلي وعندي وقت نمطي. وقت نمطي اللي هو المفروض ان الشغل ده يخلص بعد 3 ساعات، المكنة دي هتشتغل 3 ساعات تطلع الشغل، 8 ساعات تطلع الشغل. طيب حصل بقى اعطال، يطلع لي بقى الوقت الفعلي. الوقت الفعلي اللي هو بيساوي الوقت النمطي زائد وقت الاعطال اللي هو الوقت الضايع. الوقت النمطي زائد الوقت الضايع. ماشي؟ يبقى انا عندي كده نوعين من الزمن، عندي زمن فعلي وعندي زمن نمطي. نمطي ده اللي هو المفروض يخلص فيه، اللي هو الاساسي المقدر الاساسي للمكنه بتاعتي تشتغل. فعلي ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عن الزمن النمطي زائد زمن العطلات، او بقول الضايع، الوقت الضايع. الوقت الضايع. يبقى ما نيجي نعرف في الزمن نقول ايه؟ هو الزمن هو الوقت اللازم لإتمام عملية، اي عملية من العمليات المختلفة، وعليها يتم تقدير تكلفة المنتجات. ويرتبط الزمن بمهارة العامل وكفاءة الآلة التي يستخدمها العامل. العامل بتاعي لو ماهر ما بيقعدش يرغي مع زمايله هنا وهنا وهنا ويضيع وقت، يبقى الانتاج بتاعي هيطلع في وقت مظبوط لو المكنه كفاءتها عاليه. احنا اتفقنا ان انا عندي المكنه ليها كفاءه تشغيل،
كفاءة التشغيل اللي هي نسبة انتفاع المكنة، اللي هي عندي نسبة انتفاع المكنة، نسبة انتفاع المكنة بتاعتي 100%، يبقى لو حصل أي أعطال، لو حصل أي وقت ضايع، أو إن أنا ما أنجزتش الشغل بتاعي في نفس الميعاد بتاعه، يبقى الوقت الضايع ده نتيجة إهمال العامل، إهمال العامل. طيب لو الكفاءة بتاعت المكنة بتاعتي قليلة نتيجة إن حصل أعطال 1 2 3، ونسبة الانتفاع بتاعتي أقل من 100%، يعني معناها إن الوقت الضايع ده نتيجة أعطال موجودة في المكنة، العامل ملهوش علاقة بيها. تمام؟ حساب الزمن يتوقف على إيه؟ أول حاجة الوقت اللازم للعملية الأولية اليدوية، هو الزمن الذي يتوقف عليه أداء العملية، اللي هو الجهد البشري، العامل، مثل إجراء التجارب المعملية أو إعداد التصميمات الزخرفية اللازمة لأعمال الطباعة أو الحفر اليدوي للأسطوانات أو الطباعة اليدوية. يعني المفروض لو العامل شغال بكفاءة عالية، ومفروض إن أنا بحفر أسطوانة أو بعد أركازولا أو بعمل شابلونة من التخصص بتاعنا طبعا، يبقى ده هو بياخد وقت. انا المفروض ان انا التصميم ده او الاركازولا ده هي هتاخد لها مثلا ايه ساعة او 50 دقيقة عشان خاطر اخلصها. انا خلصتها في اكتر من كده، في ساعة مثلا وعشرين وتلت، نتيجة ان زميلي فلان جه اتكلم معايا، نتيجة ان الحبر خلص وانا قمت اجيب حبر تاني، نتيجة ان الادوات بتاعتي، نتيجة ان انا اتلكعت شوية كده ولا كده. المفروض ان انا وقت الشغل للشغل اركز في شغلي كويس كويس قوي عشان خاطر الانتاج بتاعي ما يتعطلش. تمام؟ الوقت اللازم للاعمال الاليه يعني ايه؟ يعني خاص بالمكنه، وهو الزمن اللازم للعمليه التي يتوقف تشغيلها على الاله الاوتوماتيكيه، ومثال ذلك تشغيل الالات في عمليه التبييض والغسيل والصباغه والطباعه والتجهيز. ويتوقف قياس الزمن على سرعه الماكينه، بحسب الزمن بتاعي على حسب سرعة الماكينة. الوقت اللازم للعمليات التكميلية والتجهيزات النهائية، في حاجة اسمها الوقت الضايع. عندما لا يصل الإنتاج للقدر النمطي المطلوب في الزمن المحدد لأحد الأسباب، بطء الحركة أو عدم الإنجاز، بحسب الوقت الضايع ده الفرق ما بين الوقت النظري والوقت الفعلي، يسمى بالوقت الضايع. يبقى كده هو نحسب الوقت الضايع ازاي؟ يبقى نكتب القانون بتاعه. يبقى الوقت الضائع بيساوي الوقت الفعلي ناقص الوقت النمطي. يعني ادي مثال كده صغير قبل ما نخش في المسائل بتاعتنا. اقول مثلا انا المفروض ان انا الوقت الفعلي لانتاج الشغل تم في 200 دقيقة، ده وقت فعلي، والمقدر له ماشي كان 150 دقيقة، يبقى الوقت الضايع قد ايه؟ برافو عليكم، هيبقى قلت الوقت الضايع، قلت ايه؟ قلت الوقت الفعلي اهو، شلت الوقت الفعلي وحطيت ال 200 ناقص ال 150 بيساوي 50 دقيقة. يبقى انا عطلت نفسي 50 دقيقة، عطلت نفسي قد ايه؟ 50 دقيقة. طيب لو انا عايز اجيب الوقت الفعلي، او الوقت الفعلي بيساوي الوقت الضائع زائد الوقت النمطي. تمام كده؟ ممكن حاجة تانية عشان احسب الوقت الضائع، عشان احسب الوقت الضائع، انا اشتغلت على المكنة وحصل ما يلي: الانتاج النمطي المقدر للماكينة ماشي كان النمطي المقدر للماكينة كان 300 دقيقة، ده ايه؟ ده انتاج نمطي مقدر للماكينة، السرعة والزمن بتاعه. طيب حصل عندي ان انا عندي حصل 20 دقيقة ماشي قطع كهرباء، وعندي 10 دقايق ماشي توصيل سير، وعندي 20 دقيقة حصل فيها ايه؟ ال20 دقيقة ده هي المشي صيانة، وحصل ان انا 30 دقيقة مرة تانية حصل ايه؟ تركيب الكامة على المكنة. يبقى ده كله على بعض بقول عليه ايه؟ بقول عليه وقت ضايع. طب احسب الوقت الضايع ازاي؟ يبقى نقول ان هو القانون بيقول لي الوقت الضائع بيساوي مجموع زمن العطلات. يعني هيساوي ايه؟
الزمن بتاع قطع الكهرباء زائد توصيل السير زائد الصيانه زائد الكامه زائد الوقت، الوقت ده بحتاج ان انا احسبه. يبقى هجمع ال 20 زائد ال 10 زائد ال 20 زائد ال 30 هيساوي كام؟ 50 بيساوي 80 دقيقه. هو عايز يعرف الوقت الفعلي، يبقى اذا الوقت الفعلي بيساوي الوقت الضايع زائد الوقت النمطي. الوقت الضايع كام؟ 80. الوقت النمطي كام؟ 300، بيساوي 380 دقيقة. تمام كده؟ يبقى عرفنا بنحسب الوقت الضايع ازاي؟ الوقت الضايع بيطلع بطريقتين، يا اما مجموع زمن العطلات، يا اما بطرح الوقت الفعلي ناقص الوقت النمطي. الوقت الفعلي ناقص الوقت النمطي، وركز كويس قوي. لو انا عندي زمن عطلات ما انساش زمن من الازمنه عشان خاطر اطلع الناتج بتاعي مظبوط. تمام. يبقى العوامل بتؤثر على الزمن، عده عوامل بتاثر على ايه؟ الزمن اللازم للعمل الالي، الزمن اللازم للعمل الالي اليدوي، نسبة انتفاع نسبة انتفاع بتاعة المكنة اللي هي كفاءة التشغيل، الوقت الضايع اللي هو فاقد الوقت. الوقت الضايع بيساوي الوقت الفعلي ناقص الوقت النمطي. النسبة المئوية للوقت الضايع بيساوي الوقت الضايع في 100 على الوقت النمطي. تمام كده؟ عشان خاطر أجيب النسبة المئوية بتاعتي. تمام. طيب قال لي عايز يعرف نسبة الانتفاع لأي مكنة، عايز يعرف نسبة الانتفاع لأي مكنة. تمام. اعرف نسبة الانتفاع دي ازاي؟ ماشي. نسبة الانتفاع بيساوي نسبة الانتفاع للمكنة دهيا بيساوي كمية الانتاج الفعلي في 100 على الانتاج النمطي. طيب زي ما هو عايز يعرف نسبة الانتفاع، عايز يعرف النسبة المئوية للوقت الضايع دي انا بحسبها ازاي. النسبة المئوية للوقت الضايع دي احسبها ازاي؟ القانون بيقول لي ايه؟ النسبة المئوية للوقت الضائع بيساوي الوقت الضائع في 100 على الوقت النمطي. يعني ناخد مسألة كده بتقولي، بيقولي احسب النسبة المئوية للوقت الضائع إذا كان الوقت النمطي 200 دقيقة والوقت الفعلي 300 دقيقة. عايز النسبة المئوية للوقت الضائع، أحسبها إزاي؟ برافو عليكم، كتبنا القانون. يبقى قبلي اول حاجه هجيب ايه؟ هجيب الوقت الضايع. يبقى الوقت الضايع بيساوي الوقت الفعلي ناقص الوقت النمطي. الوقت الفعلي اللي هو كام؟ 300. الوقت النمطي كام؟ 200، بيساوي 100 دقيقه. يبقى هاخد ال 100 دقيقه دهيا وهعوض بيها فين؟ في الوقت الضايع فوق. يبقى اذا النسبة المئوية للوقت الضايع بيساوي 100 في 100 على الوقت النمطي اللي هو كام؟ 200، نطرحهم مع بعض بيساوي 50%. يبقى أنا ضيعت 50%، ضيعت 50%. طيب قال لي برضو مسألة تانية، بيقول لي احسب النسبة المئوية للوقت الضايع. عايز هو ايه؟ عايز النسبة المئوية للوقت الضايع، معرفهاش. اذا كان الوقت النمطي 450 دقيقه وزمن العطلات كالتالي، قال لي 20 دقيقه ماشي كهرباء قطع كهرباء، وعندي 30 دقيقه ماشي صيانه، عايز يعرف النسبه المئويه للوقت الضايع. يبقى نكتب القانون بتاعها، يقول إذا النسبة المئوية للوقت الضائع بيساوي الوقت الضائع في 100 على الوقت النمطي. برافو عليكم. ها الوقت الضائع موجود عندي؟ موجود عندي في البيانات؟ مش موجود، لكن عندي زمن العطلات، يبقى أجيبه من زمن العطلات. يبقى إذا الوقت الضائع بيساوي مجموع زمن العطلات، القانون بتاعه يعني بيساوي العشرين زائد التلاتين بيساوي 50 دقيقة. يبقى إذا النسبة المئوية للوقت الضائع بيساوي
الوقت الضايع دي هاخد الـ50 واعوض بيها فين؟ مكان الوقت الضايع، يعني 50 في 100 على الـ450 وحساب الآلة الحاسبة. 50 في 100 على الـ450 وهقول بيساوي قد ايه؟ 11.1، بيساوي 11.1%. يبقى انا الوقت بتاعي ضاع بنسبة 11.1%. ناخد مسألة تانية بتقول لي ايه؟ يراد اجراء عملية صباغة لقماش يزن 4000 كيلو جرام، وزن المتر الطولي 125 جرام، ويتم ذلك على ماكينة سرعتها 40 متر في الدقيقة، فما هو الزمن اللازم لإجراء العملية؟ هو عايز يعرف الزمن بتاع العملية قد ايه، الزمن بتاعي قد ايه. طيب انا احسب الزمن ده ازاي؟ هو قال لي اداني وزن القماش واداني وزن المتر الطولي، ونبتدي نسترجع مع بعضينا اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت. على فكرة اللي احنا خدناه كله مرتبط ببعضه، ماشي؟ خدنا قانون بيقول لي ايه، ماشي؟ نفتكر مع بعضينا يا ولاد، بيقول لي وزن القماش بيساوي طول القماش في وزن المتر الطولي على 1000، تمام؟ ده لو عايز وزن القماش. طب لو هو عايز وزن القماش في 1000 على وزن المتر الطولي، وزن القماش بيبقى بالكيلوغرام، وزن المتر الطولي بيبقى بالجرام، تمام كده؟ وطول القماش بيبقى بالمتر. مسألة زي دي هو مديني فيها ايه البيانات بتاعتي؟ اما نقراها ونطلع البيانات نبتدي نفهمها ونقراها كده ونفصصها حتة حتة ونشوف نحلها ازاي. مسألة بيقول لي ايه؟ انا هعمل عملية صباغة لكمية من القماش، واداني وزن القماش، اداني وزن القماش، قال لي كام؟ قال لي 4000 كيلو جرام، ومديني وزن المتر الطولي، وزن المتر الطولي كام؟ 125 جرام، على ماكينة سرعتها، مديني سرعة الماكينة بيساوي 40 متر على الدقيقة، عايز الزمن اللازم لإجراء العملية، الزمن اللازم لإجراء العملية. ها هعملها ازاي؟ ال 40 متر بيتعملوا في دقيقة، يبقى طول القماش كله يتعمل في قد ايه؟ ننطق كده هو بيبقى، اما انا اجي اقراها كده ال 40 متر بتتعمل في 1 دقيقة، يبقى طول القماش كله بيتعمل في قد ايه؟ معرفش كده، هيبقى الزمن بتاعي اللازم. طب انا عندي طول القماش في المسألة مش موجود عندي، يبقى اجيب على طول القانون اللي بيقول لي طول القماش بيساوي وزن القماش في 1000 على وزن المتر الطولي، وزن القماش اللي هو 4000 في 1000 على 125 بيساوي، اضربها كده بيساوي 32000 متر. طيب يبقى اجي اشيل ده هنا واحط مكانها كام؟ 32000 متر. يبقى اذا الزمن اللازم هيساوي 32000 متر في 1 على ال 40 متر بيساوي 800 دقيقة، بيساوي 800 دقيقة. يبقى احنا كده حسبنا ازاي؟ حسبنا الزمن لازم نجيب طول القماش. درسنا مع بعض نسبة الانتفاع، درسنا مع بعض الوقت الضايع، وازاي بنحسب النسبة المئوية للوقت الضايع، وازاي نحسب الزمن اللازم لإجراء العملية. أتمنى إن احنا نذاكر ده كويس قوي ونلم بيه عشان نعرف نكمل ونعرف نحسب ازاي الوقت الضايع للمكنة. ما يجي يقول لي مبقاش واقف كده وانا مش عارف حاجة، يبقى انا فاهم انا شغال ازاي. المكنة دي كفاءتها 100%؟ لا، كفاءتها 90%، كفاءتها 80%، طبعا مع كتر استخدام كفاءة المكنة بتختلف. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.